نحن اليوم مع السائر الثوري المناضل الأستاذ محمد مأمون الحمص، نائب مستقل وسجين سياسي ومن ضمن المضطهدين في سوريا. فنحن اليوم نسمع منه آخر معطيات أو آخر المجازر التي تحدث على أرض سوريا. هل إيران ما زالت تدعم النظام السوري؟ الآن بدأت الشباب السوري بثورته لبلوغ الحرية للدفاع عن لقمة عيشه وعن كرامته، نفس الوضع اللي كان في مصر. سرعان ما تحولت هذه المطالب لصراع بين الشعب السوري وإيران وحزب الله وحلفائهم. يعني اليوم إيران ظلت 5 شهور تقول أن المتظاهرين هم عملاء وهم عملاء الصهيونية وعملاء أمريكا، علما أن الشعب السوري 40 عاما وهو ملتزم بقضية فلسطين وتحمل الكثير من أجل نصرة الأخوة الفلسطينيين. لكن بعد 5 شهور بدأوا الآن يقولون أن هناك حق للشعب. اليوم في كل يوم في كل صباح 280 ألف برميل نفط مجانا لبشار الأسد، 9 مليارات دولار من خامنئي لبشار الأسد، 10 مليارات دولار من المالكي لبشار الأسد. كل هذا المال وهذا السلاح والمقاتلين كلهم لقتل الشعب السوري، والشعب السوري لا يزال يقول يناشد بالسلمية من أجل أن لا يصل هذا النظام المتوحش إلى حرب أهلية. أنا برأيي وبقناعتي، وأنا منذ 30 عاما أحارب هذا النظام، الشر بوجود آل الأسد. حين يذهب الأسد لن يكون هناك شرا. المتوقع في الأيام القادمة، يعني في المرحلة القادمة، إلى أين الثورة السورية؟ من صعودا أم فشلا؟ إن شاء الله نتمنى لها النجاح. رؤية حضرتك السياسية والمتوقعة؟ موضوع يعني وين متجهة الثورة؟ الثورة بإذن الله متجهة إلى الحرية، ولا حل لو اجتمعت كل الدنيا على بقاء بشار الأسد. بإذن الله يعني سيكون الفشل مؤكد لهذه القوى. هذه الدماء الطاهرة البريئة ستحرق كل من اقترف إجراما بحق هذا الشعب. الآن الشباب السوري، نحن في الخارج نستمد القوة من الشباب السوري. الشباب السوري يقول بالملايين رايحين على الشهادة، رايحين في كل يوم بطولة وبطولة وبطولة. يوم أمس خرجت حمص لتصفق أمام الرصاص وتقول اضربوا كمان، حرية حرية حرية. يوم أمس خرج أطفال بقين والزبداني ليواجهوا المدافع و3000 عنصر وهم يقفزون من الأرض ويقولون حرية حرية، لا مدارس ولا تدريس بوجود الرئيس. فهذه المعنويات وهذه الصلابة لن تبقي الشر والأشرار بإذن الله. وسنعطي درسا للعالم أننا لن نقبل رئيسا مصنعا في الخارج. لن يكون الرئيس ولن يكون الحكم إلا من الشعب السوري ومن الداخل السوري. الثورة الليبية قامت ودعمتها الدول الغربية، تدخلت ممثلة في حزب النيتو، وحضرتك طبعا رأيت ما فعله حزب النيتو. هل الشعب السوري أو حضرتك ترى يجب على الدول الغربية التدخل مثل ما دخلوا في الثورة الليبية؟
أول شيء المجتمع الدولي عليه واجبات. الأمم المتحدة ما هي عبارة عن يعني مؤسسة تتعامل بمكاييل، هناك في معاهدات وفي قوانين تنظم العلاقة بين الشعوب. مو معقول أنه يعني يكون القتل والانتهاك بكل أشكاله، يعني ما بيصير نقول بليبيا في حماية مدنيين. أنا سؤال يعني بمعنى تفصيلي شوية، هل تطالبون من الغرب التدخل مثل ما تدخلوا في ليبيا؟ نحن لا نطالب بأي تدخل، نطالب بوقف الدم. أما إذا كان هذا الوحش يريد إبادة الشعب فعار على العالم وعلى المجتمع الدولي أن يصمت. المجرم لا يوقف إجرامه بآلة موسيقية. المجرم حين يرى القوة أتت إليه سيلوز الفرار وسيبحث عن زنقة، عن مخبأ ليهرب من مصيره المحتم. لم يكتفي العالم أن يقف وقفة متفرج، بل كان يساعد ويغطي هذا الإجرام بأن هناك إصلاحات وهناك خطوات وهناك، وهو يقتل ويبيد في كل يوم وفي كل ساعة. الأسد يقول أن سوريا مزرعة الأسد اقتصاديا وقاعدة إيرانية عسكريا. نحن نريد سوريا هي الجمهورية العربية السورية، هي جزء من أسرة الوطن العربي، لن يستطيع أحد أن ينتزعها. ونرجو الله مثل ما سطر شباب مصر بطولات عظيمة أن يكون للثورة السورية صفحة مضيئة في سماء الحرية على مستوى العالم والتاريخ. كلمة إلى الشعوب الإسلامية التي يعني إلى الآن لم تهتم بالثورة السورية وخاصة الدول المجاورة الدول العربية. يعني ما عندي كلام، بس بدي أقول لهم رجعوا للقرآن، قروا القرآن حتلاقوا وين أنتوا وين 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 دينكم. كلمة إلى النظام المصري، ماذا تريد من كحكومات وكشعوب؟ بالحقيقة أنا سمعت كثير تعليقات أنه ظروف مصر وحالة مصر ووضع مصر، وأنا بعتبر هذا الكلام في اعتداء على مصر. جيش مصر جيش بطل، جيش قوي. شباب مصر، وعي الشعب المصري كبير كثير. ما بقبل أنا حدا يقول لي أنه مصر مشلولة، لا، خسئوا. مصر هي أم العرب. نتمنى من الجيش المصري، من الشعب المصري، الجيش المصري أن يدعم ضباطنا المنشقين حتى لا يتدخل أحد بنا. نتمنى أن يطرد سفير النظام من أرض النيل، أرض الحرية، هذا السفاح الموجود في أرض مصر. نتمنى أن يسحب سفير مصر من لدى النظام. نتمنى أكسجين الحرية أن يصب من القاهرة إلى دمشق ليكون ساعة النصر ساعة عربية قوية تعيد ذكرى الآباء والأجداد. شبكة قرين تشكر الأستاذ محمد مامون السائر الثوري، ونتمنى النجاح للثورة السورية، ونأتي لك في سوريا وإن شاء الله نقوم معك بحوار في أرض الكنان سوريا إن شاء الله، كما هي أرض كنان مصر الآن اليوم. أول واحدة بتشكركم كثير، وسألتني زوجتي وأولادي هلأ بكندا، فباعتبار طردونا 4 دول عربية وجينا هلأ لبيتنا بمصر أرض الكنانة. أرض الكنانة. فسألتني إمتى بدك ترجع من القاهرة، قلت لها من القاهرة بدي روح للشام، وإن شاء الله بدنا نروح مع سوار مصر. وبرد بقول لك أنا
خادم الشعب السوري، أنا حارس على دماء الشعب السوري، بس السائر والأبطال هن اللي عم يواجهوا المدافع والدبابات، هالأطفال وهالرجال وهالنساء، فنحن عم نستمد القوة منهم وعم يعلمونا شيء كنا نسمعه بس هلأ صرنا منشوفه ومنفتخر فيه ومنمشي بالشارع ونقول نحن سوريين، نحن اللي بدنا نصنع تاريخ جديد إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد، شكرا، كل التوفيق.